بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في مدرسة جنة القرى. تم إحداث هذه المدرسة منذ فترة قصيرة جدا. عدد طلاب هذه المدرسة 270 طالب موزعون على 6 خيام من الأول حتى السادس. لدينا في الصف الأول عدد 60 طالب موضوعون في خيمتان فقط. وأن هذه المدرسة تحتاج إلى كل مقومات المدرسة من مقاعد لكتب لقرطاسية لدورات مياه، ينقصنا كل شيء. نرجو من جميع المنظمات مساعدتنا في هذا العمل لكي يكون هذا العمل ناجحا. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا إحدى الأساسي في الكادر التعليمي لمدرسة جنة القرى. نطلعكم شوي على الواقع الخدمي بالنسبة للمدرسة. طبعا المدرسة ما زالت محدثة ومبتدئة. قامت بجهود إدارة المخيم بجهود بسيطة، ولكنها تفتقر إلى الكثير من الخدمات البسيطة. طبعا بالنسبة حتى للبناء، هو عبارة عن مجرد خيم مهترئة لا تقي لا برد الشتائي ولا حر الصيف، بالإضافة إلى الأرض كمان، الأراضي غير صالحة للتدريس لأنها عبارة عن أتربة، غبار في الصيف وطين في الشتاء. طبعا قرطاسية غير متوفرة، كتب مدرسية غير متوفرة، مقاعد غير متوفرة، دورات مياه، حتى مياه للشرب سواء للأساتذة الكادر التعليمي أو للطلاب أيضا غير متوفرة. فنطلب من أهل الخير والمنظمات وجميع الجهات التي تستطيع دعم هذه المدرسة في هذا المخيم النظر بعين الرأفة والرحمة لهذه المدرسة، لأن المدرسة من البنى التحتية المهمة جدا في أي بلدة أو قرية أو حتى مخيم. العلم فوق الجميع. بدنا هلا عم نطلع على الأمثلة، شوف مين بدي يعرف لنا بالعلامات الأعراب الأصلية والفرعية. Thank you.